الله اكبر الله اكبر, أكبر, 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 أكبر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العلي العظيم. في احدى الادعيه المهمه في هذا الشهر الفضيل دعاء يقرا في الليل والنهار وليست ادعيه شهر رمضان كذلك دعاء الحج في الحديث انه يستحب تلاوته في اول ليله من شهر رمضان ويستحب تلاوته في كل نهار من أيام شهر رمضان ربما يكون المستحب تلاوته في الليل والنهار هذا الدعاء وارد في جملة من الكتب المعتبرة منها الكافي الشريف الرواية تروي أنه كان أبو عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يدعو بهذا الدعاء في كل نهار من أيام شهر رمضان هذا الدعاء يحتوي على مقطع يعتبر ختام الدعاء هذا المقطع فيه تصريح تنصيص بموضوع مهم بلا حدود يغفل عنه يمكن يجهله عامه الناس وهو يرتبط بحياتهم ارتباط وثيق للغايه هذا الموضوع مرتبط بحياتنا يؤثر في سلوكنا يؤثر على ايماننا بشكل كبير العباره هذه في ختام الدعاء، دعاء قصير يسمى دعاء الحج. في الختام الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: «وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك». هذا كلام في غاية الأهمية، جدا خطير، بشارة بلا حدود، وإنذار بلا حدود، أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، تكرمني، المشكلة مو هنا، المشكلة بهوان. ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. المصيبة أنه لا تهني بكرامة أحد من أوليائك. هذه المعادلة هذا القانون هذا المبدأ خطير للغاية ومبشر للغاية. حقيقة بلا حدود الموضوع مهم يرتبط بحياتنا بشكل كبير جدا المبدا شنو اكو قانون هذا الحديث يتحدث عن قانون هذا القانون شنو القانون قانون يسموه الغربيين يصطلحون عليه بقانون تطابق الاضداد تطابق الاضداد يعني شنو يعني كل طاقه هذا قانون الهي هاي سنه الهيه فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا كل طاقه تتكون في الوجود بالضروره يجب ان تتكون طاقه معاكسه مضاده مناقضه في نفس الاتجاه ولكن في نفس الاتجاه يعني في نفس المجال الطاقه التي تكونت وفي نفس المستوى والحجم كل ولكن الاختلاف في التناقض كل شيء يبتدع في الوجود لا بد وأن يقابل هذا الابتداع هذه هذا الإنجاز أن يدمر شيء آخر في الوجود هذا قانون الله هذا اللي يتحدث عنه هذا الحديث لا يمكن أن يفسد شيء في الحياة إلا وفي قباله في نفس الاتجاه في نفس المجال لازم يصلح شيء في الحياه لا يمكن ان تتعاظم طاقه الا وتنهدر طاقه في الحياه هذا توازن الحياه هذا قانون رب العالمين في نفس المجال مو في مجال اخر اذا الانسان واحد من اولاده جفاه كثيرا فلا محاله هناك ولد اخر يبر به كثيرا بنفس المجال الحاصل وبنفس الحجم وبنفس المقدار اذا الانسان تكونت عنده طاقه ايمانيه فلا محاله لازم اخوه او ابوه او ابنه لانه في نفس المجال لازم يكون لازم تنهدر عنده الطاقه الايمانيه هذا قانون الهي هذا القانون ادركه علماء الفيزياء المعروفين هذا الرجل المعروف يسموه شنو نيوتن هذا عنده قوانين هذا اللي تنص عليه الايات والروايات الكثيره يقول القانون الثالث للديناميكا الحراريه تعبيره انه كل وجود يلازم وجودا معاكسا يخلق وجودا معاكسا هسه وجود ايجابي او وجود سلبي لا محاله ينتج وجود معاكس في نفس المجال وفي نفس المستوى مهما كان الوجود بمستويات رفيعه فالمعاكس الذي يحدث من خلال هذا الوجود الاول يكون بنفس المستوى هذه قضيه خطيره جدا للغايه خطيره الله تبارك وتعالى قرر أن كل شيء يصلح في الحياة لا بد وأن يقابله شيء يفسد كل صعود في الحياة يتلازم بالضرورة لهبوط في الحياة انذار لماذا انذار أنه إذا حصل إذا واحد من الناس في شهر رمضان في موقع الاجابه في اي مجال تمكن ان يحقق انجاز الانسان لازم يخاف انه ليكون هذا التقابل هذا التلازم العكسي يحوشه هو ليكون ان الاب يرتقي ويدفع ثمنه الابن الحياه لازم بها دفع ثمن لازم شيء يكون على حساب شيء، مستحيل ما يكون هذا الشيء. فليكون انجاز الاخرين، صعود الاخرين على حسابي انا. هذه قضية جدا خطيرة. أبسط شغلة إيجابية تصدر من أقرباء الإنسان لا محالة يتعرض الإنسان يتعرض لأن يكون الجانب السلبي الإفرازي لتلك الشغلة. ايجابيه، هذه قضيه خطيره للغايه. واحد اخر جاي يصعد، انا ليش انزل؟ واحد اخر جاي يحقق انجاز، انا ليش افشل؟ واحد اخر جاي يبدع، انا ليش ادمر؟ هذا الجانب الخطير في القضيه. والجانب الجميل المشرق في القضيه انه اذا أصابك شيء من الحرمان، من الجفاء، من الظلم، من الخسران، من أي نوع من أنواع الهدر، ليش تحاتي؟ ليش تقلق؟ ليش تتأسف؟ ليش تحزن؟ ليش؟ بالضرورة هذا الخسران راح ينجبر. قانون الله هذا قانون الجبران قانون مبشر حقيقة بشارة رهيبة حقيقة في الحياة. لاحظوا هذه العبارة في نهج البلاغة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول تعبير عجيب لا هذا قانون يتعلق بكل ابعاد الحياه مو بالانسان فقط. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول: ما قيل لشيء طوبى له الا وقد خبأ الدهر له يوم بؤس. لشيء حتى للحائط. ما قيل لشيء مو لشخص. تعبير نهج البلاغه هذا. وما أكثر هذه التعابير في نهج البلاغة لاحظوا في خطبة أخرى لا تنالون فيها يعني في الدنيا نعمة إلا بفراق أخرى قالوا ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله واحد آخر العمر جاي يصعد واحد آخر لازم, عمره لازم ينزل ولا ولا تجدد له لاي انسان زياده في اكله الا بنفاد ما قبلها من رزقه فاللقمه هنا تتكون زياده لازم في مكان اخر يصير تناقص لازم شوفوا العبارات ايش قد انواع هيك يبينها امير المؤمنين ولا يحيا له اثر الا مات له اثر ولا يتجدد له جديد الا بعد ان يخلق يخلق يعني يصير بالي الجديد عندما يصير شيء بالي خرقه الا يخلق له جديد عنده شيء جديد هذا الجديد جديد توه متكون هذا لازم يندثر حتى في الجديد اخر يتكون وينصع ويصعد ولا تقوم له نابتة إذا تنبت فتشي تزرع هذا الزرع هسه زرع مو إلا بالضرورة الزرع الفيزيائي هذا الزرع المعروف السلوك لا لا أي زرع إنسان يزرع مثلا حسنة أو يزرع لا تنبت له ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة هذا الشيء اللي حاصده لازم يضيع هاي النابتة عندما تتكون وما اكثر هذه التعابير الروايات كثيره حقيقه الايات كثيره يخرج الحي من الميت قانون لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم شوفوا هذا حديث عن نتيجه هذه النتيجه تلازم قانون الله يقول وضعت الحياه شوفوا هذا الموضع اللي ما يذكر في القران يقول وضعت قانون هذا القانون قانون يسميه العرف يسميه تقابل الاضداد، هذا القانون شنو نتيجته؟ نتيجته انه لا تفرح بما اتاك، لا تفرح، هذا الشيء اللي تحصده اذا وجدت مثلا شيء ثمين جدا لا تفرح، هذا الثمين راح يستنقصك في مجال اخر بنفس الحجم يستنقصك. فاذا ما انت ما ربحان شيء. إذا حصلت عافية مثلا الحمد لله رب العالمين نعمة أموال أولاد لا تفرح ولا تفرحوا بما آتاكم يعني الله يقول أنا أنطيك آتاكم من الفاعل الله آتاكم يعني آتاكم الله الله يقول الشيء اللي أنا أنطيك لا تفرح به ليش ليش هذا يكشف عن ذاك القانون ولا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ايش فينا احنا؟ ليش احنا نخاف؟ الحياه كلها خوف ليش الانسان يتكبر؟ ليش الانسان يصر يلح يهلع يطمع، ليش الطمع؟ شنو فائده الطمع؟ تعال حقق بهذا الطمع انجاز رهيب اخيرا راح تنشفط طاقات بسبب هذا الانجاز الكبير، اخيرا انت ما سويت شيء. في الحياة شو مسوي أنت أولا ليش نقلق أصلا ليش تقلق أي شيء يريد يصير يصير خلص يصير بالنتيجة هذا الشيء اللي راح يصير إذا كان شيء إيجابي راح يخلفه شيء سلبي شيء نعم أبينا قانون الله في القرآن يخاطب النبي فلن تجد لسنته لن ملم يعني مستحيل لن ل اللام والنون يفيد نفي التأبيد فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فإذا ليش أنا أقلق؟ ليش أحاتي؟ ليش أضطرب؟ ليش أخاف؟ ليش أخاف؟ من شنو أخاف؟ الحياة محسومة كل شيء فيه محسوم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله كل شيء محسوم إذا خانك واحد لو أقرب الناس إليك ليش أنت تتأذى؟ الله راح يسخر واحد آخر مثل هذا راح يخدمك أكبر خدمة تنجبر كل الخيانة اللي حصلت لك إذا هضمك واحد إذا أكل حقك واحد قانون هذا راح هذا الحق من جانب ثاني راح تحصله راح يتأمن كل هذا الشيء اللي حصل خسارة فيه شنو الإشكال؟ شنو الفارق؟ يمكن واحد يستلهم هاي القضية إذا واحد يفتح عينه في الحياة يشوف هذا الشيء دائما موجود هذا الجانب والجانب المشين فيه أنه ليكون أنا أضيع بسبب أنه أخوي أبوي ابني يكون إنسان طيب يمارس عبادة طيبة يدعو دعاء هو يشيل ايده تنزل دمعته انا اضيع هو يدعو الأولاد حتى يمكن يدعي الي تحظى هذه الدعوه بقبول من الله تبارك وتعالى بس هذا القبول يسبب له رفعه على حساب شنو هاي الرفعه تصير على حساب شنو لازم فد واحد ينزل ليكون انا اللي انزل خلي واحد اخر خلي ينزل ليش احنا ندفع ثمن تقدم الاخرين اذا فد بقال نشط لابد ان يولد كساد في البقاليه البقيه هذا قانون المهم انه لا اكون انا النتيجه السلبيه لهذا القانون هذه كلش انذار مهم جدا مهم ليكون انه واحد اخر في جوف الليل يقوم على كل حال تصدر منه نفذ مثلا نعمة تصدر منه عبادة ولو كلمة واحدة يشرب له ماء ويذكر سيد الشهداء صلوات الله عليه وهذا الذكر يحظى بقبول من الله تبارك وتعالى وشنو هذا يصير على حساب اندثاري تمزقي تخلفي هذا فتشي جدا خطير حقيقة يقولون فديوم فالطفل ولد سبع سنوات خمس سنوات. يعني كذا خمس سنوات يقول قضية مال آلاف, السن. آلاف السنوات قبل كم سنة ما أدري كذا أيام ابن سينا مو آلاف يقولون ابن سينا كان قاعد يم حداد حداد فأجي طفل قال له للحداد قال له انطيني فجمرة نار أمي تريد جمرة نار لكن الوقت خو غاز وكبريت وهاي الأشياء ماكو ما خو يروحون ياخذون من الحداد جمرة نار يجون يشعلون كل شيء يشعلون على كل حال النار للطبخ يشعلون النار مثلا ان يحمون الماي كذا يشعلون التمباكو مالهم كل شيء كل شيء هاي جمره فجاي الطفل قال للحداد وابن سينا قاعد يمه الحداد قال له امي تقول انطيني فجمره نار الحداد قال له شلون انطيك انت ايدك شلون تمسكها وتوديها؟ تجيب فد مثلا انا شلون اسلمك؟ فهذا الطفل قام يشوف فوق تحت حار شويه فجأة بعد لحظات بادر راح مسك فد يعني بإيده اغترف شيء من التراب بعدين مد ايده قال له خلي لي هذه الجمره على هذه القطعه من التراب ابن سينا تخبل طفل هذا شنو من مخ عنده؟ انثول انصدم اصلا انصدم طفل شوف هذا ابتكار رهيب هذا ابداع لا يكاد يصدر من طفل بعمر هذا قال له تعال 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 الولد ابن سينا قال له تعال تعال قال له انت منو؟ انت شنو اصلا انت؟ شنو من مخ عندك انت؟ الولد قال له انت منو؟ قال له انا ابن سينا الولد عرفه ابن سينا معروف فقال كلمه الطفل صدم ابن سينا اكثر من الصدمه الماضيه. قال له لازم الاف مثلي من المبدعين يضيعون حتى واحد منا من البشر يصير ابن سينا. اصلا خلص ضاع ضيع الكلمه اصلا داخ بهاي الكلمه، الطفل لم اخذ الجمره وراح مشى وهذا دايخ بقى دايخ ابن سينا. هاي كلمه حكمه بال حكمه كلش راقيه. لازم الآلاف مني وأمثالي يضيعون حتى واحد في هذه الدنيا يصير شخصية ويصير معتبر ويصير أغى ويصير مقرب من الله تبارك وتعالى في المجال المادي أو في المجال المعنوي طفل شلون يتمكن يدرك هذا الموضوع إبداع عنده شنو أنا ينقصني على الآخرين أنا مبدع ليش لازم مثلي وأمثالي يضيعون حتى واحد ولو هو يكون من اقرب الناس الي، هذا يرتقي، ليش؟ شو السالفه؟ هسه الارتقاء مو فقط في الجانب المادي، يمكن انا الان اكون مثلا في الجانب المادي امتلك شيء، بس شنو فائدته؟ على حساب شنو؟ هذا الارتقاء المادي على حساب شنو؟ تدرون على حساب شنو؟ على الضحاله المعنويه، ما يمكن شيء ثاني. واذا ما كان عندك ارتقاء مادي، كنت فقير مسحوق كل امورك متمزقه لا لا تنغث لا تنغث مو مشكله ان شاء الله اخرتك زينه ان شاء الله هناك نظره واحده تحظى بها من رب العالمين من محمد وال محمد تسوى كل التمزق اللي في الدنيا فد نظرة واحدة فد عناية واحدة أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول يقول "وما وكل كل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية" بس ليحوشنا نار يوم القيامة كل بلاء الدنيا عافية عافية مو انه ما يضر هذا هذا فرح فيه لانه انت في عافية انت انت زين حالك وكل بلاء دون النار اذا الانسان في هاي الدنيا انمسح بالاسفلت انمسح بالقاع لي يتأذى هذا بلاء يقول لا بس يوم القيامه مليار السنه الاخره مو مليار بلا حدود ما ينتهي فتشم يمنه صبروا اياما قليله اعقبتهم راحه طويله اولا هاي قضيه بشاره هذه تربيه هذا قانون في في شهر رمضان في كل يوم اكو الحاح في هذا القانون اكو تلقين في هذا القانون في كل يوم اتعلم اسال الله اولا الله يكرمك هو الله اذا يريد يكرم خل يكرم ليش يكون كرامتي على حساب شخص اخر لانه قانون شو نسوي؟ هذا قانون الله لذا تقول شنو؟ اسالك ان تكرمني بهوان هو ليش نقول بهوان؟ لان هذا قانون اقول الهي اسالك ان تكرمني ولا تهني ليش هذا؟ هذا تنبيه أنك إذا أنت تريد تحظى بكرامة رب ربانية لابد واحد دائما من أجل الاعتبار الله يضع هذا الواحد أقرب الناس إلي حتى يصير يبين لاحظوا من أجل أن الله تبارك وتعالى يظهر من أجل العبرة ما يخلي فد واحد يضيع إذا أنا نجحت مثلا فد واحد بعيد ما تحصل عبرة تشوف العالم علماء التاريخ لاحظوا اغلب العلماء في التاريخ اولادهم ما عندهم علم اغلبهم واحدهم انا حقيقه تشوف علماء مراجع التقليد ألف سنه شوفهم هذول اللي اسمهم يدوي في العالم شوف ابنه منه اصلا ما تعرف اسم ابنه ما تعرف ذكره اصلا حتى ممكن يكون طيب ها هذا قانون مو بالضروره إلا يكون مثلا كذا لا لا قانون الشيخ الصدوق أبوه ابن بابوي ما كان يحصل عنده إنجاب ما كان ينجب ذرية ما عنده كتب رسالة إلى المولى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه كتب طلب منه أن يدعو برزق الذرية فورد عليه التوقيع بالمولى صلوات الله عليه، وقع له كتب له كتب له انه احنا دعينا لك سترزق، شوف العباره، شوف العباره سترزق ولدين خيرين يمكن تقيين، فولد الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق بعد ما حد يحتاج ما يحتاج الى تعريف، شيخ الصدوق وما ادراك من الشيخ الصدوق، والولد الاخر منه. فد إنسان آخر اسمه حسين الشيخ الصدوق اسمه محمد صلى الله على محمد وآل محمد ذاك <applause> <applause> اسمه حسين روحوا اقروا في التاريخ حتى يمكن مراجع التقليد ما يعرفون اسمه هيك مغمور وسألوا بعض علماء الدين ما يعرفون اسمه أصلا هل قد مغمور هذا بالمليون سنة فد رحمة ما تروح على قبره هذا والشيخ الصدوق في كل ثانية مليارات الرحمة تروح القبرة أنت تتوضى الشيخ الصدوق شريكك في الثواب أنت تصلي وتصوم وتحج وكل حسنة تصدر منك الشيخ الصدوق تروح القبرة شوف شلون هاي كارثة حقيقة ليش اخر هذا هذا ولد الثاني هم حسين ولد بدعاء الإمام الحجة ليش لازم تصيبه هتشي حرمان يصيبه ها قانون بالك بالك إذا واحد أخوك واحد قريب منك أصابه شيء من من الحياة خاصة في الجانب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا شهر رمضان إياك إياك حذاري حذاري ليكون أن الآخرين يصعدون وأنا أطيح فيها أنزل فيها أتمزق في الحياة التمزق المادي ما له قيمه خلي يصير كل شيء خلي ذاك يصير مشهور مو مهم وانا اكون مغمور مو مهم المهم انه وفي ذلك في الاخره فليتنافس المتنافسون دير بالك انه اذا جاء الانسان لاحظوا هذا القانون به نتائج كثيره انا انهي حديثي بكلمتين بس اذا جاي الانسان يصدر منه تصدر منه معصية تصدر منه هفوة خلي خلي في باله يفكر منو من إخوانه من أقربائه من جيرانه اللي هم محشورين معه منو مسوي عمل خير اللي أنا جاي أعصي الله ليش قل لنفسك فكر لا أقل ما يخالف سويها المعصية بس أقل نفكر فكر أنت جاي تضيع على حساب شنو نجاح شخص آخر أنت جاي تخسر الحياة على حساب إنجاز شخص آخر، أنت جاي تتمزق على حساب إبداع الآخرين، ذاك مبدع بينه وبين الله. اقروا روحوا شوفوا، هذا القانون جاري في كل الأماكن حقيقة، في مجال التعليم علماء النفس يقولون هذا أطلس علم النفس صفحة 155 يقول في التعليم المعلم لأنه يريد يبين شغلة مجهولة لفرد جاهل فهي عملية التعليم تحدث ارتقاء في المتعلم. أبرز عوامل الارتقاء للإنسان مو عندما يطالع أو يدرس أو يباحث، عندما يعلم، لأن ذاك جاهل مطلق، أنت لازم بأساليب مختلفة تبين له، فهذه الأساليب تحدث شنو؟ ترسيخ للمعلومة في مخك، ترسيخ، أبرز عوامل الارتقاء هو التعليم يقولون يقولون في عملية التعليم لازم بين المعلم والمتعلم واحد منهم يصعد والآخر لازم ينزل يتردى قانون هذا يقولون من المسلمات في علم النفس في علم النفس التعليم روح أقرؤ فواحد منهم إذا الطالب ما انتبه ما استفاد من هذه المعلومة فهو يتردى ينزل المعلم يرتقي بعض اوقات بالعكس العياذ بالله من هذا العكس ان اكون انا اللي علمت انا اللي بينت انا اللي ارشدت انا اللي هديت الاخرين والعياذ بالله انا المتردي في هذا المجال انا معلمه ذاك صار عالمه. هلا هلا وصعد وتعلم اخرته تامنت انا صرت عالم بلا عمل انا صرت عالم بلا عمل شنو اصير انا اتردى في الحياه انا جاي معطي الحياه للآخرين بس على حساب شنو؟ على حساب حياتي كارثه والله والله كارثه في نفس الوقت راحت بال وسلموا تسليما ليش؟ قالوا لا تخاف لا تخاف احنا من اجل ان نخاف من المستقبل نتكبر من اجل أن نخاف من المستقبل شنو؟ لا نغض الطرف ما يخالف هذا الشخص اتواضع له اذا تتواضع ذاك يتمادى ما يخصك خلي يتمادى خلي روحه تطلع يتمادى هو يتردد انت ترتقي اذا ما أجيب بوجهي فد اكو احنا واجبنا التربيه فد موضوع اخر هذا هذا موضوعنا غير موضوع التربيه موضوع نفساني ما تخسر شيء انت في الحياه اتواضع خلي كل الناس يتواضع الانسان اللي يتواضع يتواضع الناس يدوسون عليه خلي يدوسون عليه شنو يصير شنو خسران انت الله راح يسخر في الناس يحترموك يجبرون كل ذيك الدوسه اللي صارت على الانسان تنجبر ليش انت بالقوه بانفتك وبارادتك تريد تحرز مصالحك خلي الله يحرزها لك خلي تضيع خلي تضيع انت تواضع القيم نتيجتها ضياع بعض المصالح أنت ما يخصك أنت التزم بالأخلاقيات أنت غض الطرف يأكل حقك ما يخالف طوفها هو شنو الله أخيرا يسخر فد واحد من تلفات الدنيا من آخر الدنيا يجي ينطيك شيء نعمة حتى ذاك الحق الضايع لازم ينجبر قانون الله هذا لازم ينجبر فليش أخاف ليش أقلق أنا ليش اعصب انا؟ ليش ما اتواضع؟ ليش ما اغض الطرف؟ ليش ما اكون حليم؟ الحلم ضعف ما يخالف الحلم ما يخسر شيء مستحيل ان يخسر شيء هذا اذا واحد يراجع ايات متعدده شوفوا في هاي الايه اللي تلوناها في سوره الروم في سوره الانعام ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون آيات أشوفوا شوفوا شوفوا الله قانونه إلا من يريد لما يحيي واحد يحيي من بطن ميت العياذ بالله من هذا الشيء أن أن أكون الميت أنا على حساب شنو أن أبويا يرتقي ويكون أفضل الناس وأنا أضيع بها هسه في أي جانب هو يرتقي بالعلم أو يرتقي بالأخلاق أو يرتقي بال بال بال, بال مثلا الوجاهة أو يرتقي بالتواضع هو يتواضع ويتواضع ويتواضع يكدس تواضع أنا أصير متكبر يوم على يوم تكبري يزداد هذا بعد لما انه اليوم يزيد تواضعا على تواضع أمس فأنا لا محالة أكون متكبر زيادة على التكبر الماضي هذه حقيقة قضية من أبرز المعادلات الإلهية في الكون الخطيرة جدا ولعل عامة الناس يجهلونها وهذا الجهال هذه الجهاله تكلفتها ضياع في الدنيا والاخره. هذه العبارات في هذه الادعيه في هذا الشهر الفضيل حقيقه اكبر منبه اكبر درس في الحياه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. الله اكبر الله اكبر.